داخل الاستوديو. سعيدة جدا بوجودك معي فاطمة شريف من موريتانيا. اهلا بك كمان اسراء العادل من موريتانيا. اسراء. ملتقى الشباب التطوعي الدولي الاول للجامعات في دولة قطر. كان ملتقى جميل صراحة. كان من كان مشاركة اكثر من 20 دولة عربية واجنبية. كان من الحاجات اللي نستفيدها من الملتقى انه بيعمل تشبيك بين عدة دول. يعني بكون في عدة دول نحن بنتعرف على وفود من دول أخرى. أخذنا في الملتقى رحلات أخذنا في الملتقى رحلات سياحية، رحلات ترفيهية، رحلات ثقافية. أخذنا ورش ودورات تدريبية. كان من الورش أخذنا فيها دورات دينية ودورات ثقافية أيضا. جميل. وفي من برضو ميزات الملتقى الشباب التطوعي انه بيكون في نتوركينج بين الدول الاخرى بعدة وسائط، اذا كانت واتساب فيسبوك او عدة بين الشباب المتطوع بين الدول المختلفه. كل واحد في كل مره بيتعرف على شباب جدد من دوله مختلفه. طيب العمل التطوعي في موريتانيا اصلا ثقافه من زمان، انه كان في محاضر انه شيخ يتطوع ويحفظ الاطفال القران. نعم. وفي كثير من الجمعيات بيتطوعوا، انه في مثلا جمعيه الاطباء بيتطوعوا عدد معين من الاطباء ويمشوا للمدن الداخله في موريتانيا ويعملوا يوميات علاجيه ويوزعوا الأدوية. وفي كعيادات متحركة للمناطق البعيدة من العاصمة. وفي في كل موسم مثلا في الشتاء يعملوا كسوة الشتاء، وفي رمضان الحقيبة الرمضانية الأطفال يمكن لدور الأيتام وحملات توعوية ثقافية للكشف عن الامراض الخبيثه. يمكن اهم شهر يكون شهر اكتوبر الوردي بالنسبه لكم انت كأنثى تشاركي في اكتوبر الوردي. وحملات لدار الايتام بيعملوا يجيبوا للمحاضر اللي يكون فيها الاطفال بيجيبوا لهم معونات كذا. حلو ما شاء الله. يمكن ما غريب يكون شكل العمل التطوعي من 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 بلد لبلد هو بيشبه، يمكن لانه هو في الاساس هو الثقافه التطوعيه هي واحد. بعد ما خلصنا من الملتقى الشبابي في دوله قطر استفدنا انه التجارب او تجارب كل وفد عبر عن تجاربه في مبادرات في دولته. فاحنا كان بيستفيد من التجارب اللي هم اعطوها لنا وبنجم. طب شنو اهم يعني النقاط اللي انت حاسه انك انت استفدتي منها، يعني تصححت عندك او كبرت؟ شنو اللي اختلف بالنسبه لاسراء كشابه متطوعه؟ اختلف انه زاد حماس وحب العمل التطوعي بالنسبه لي، لانه العمل التطوعي مهم جدا مهم جدا، يعني بحفز طاقه الشباب الكامله. يعني الشباب لازم بدل الطاقه يحفزوها في شيء يعني غير مفيد يحفزوها في شيء بالنسبه يحفزوها في عمل طوعي، يعني ممكن ده الشيء يفيد المجتمع ويفيد كحماس زايد يا اسراء تحصل على رخصه دوليه للعمل الطوعي. الرخصه الدوليه للعمل الطوعي هي نظام متكامل لتطوير وتنميه العمل الطوعي لرواد العمل الطوعي العربي. من اهداف الرخصه انها بتطور يعني تطورك، بتكون عندك طريقة مخاطبه الجمهور وتنفيذ المبادرات. شاركتها كان لازم امضي 30 ساعة تطوع. الحمد لله مضيت 30 ساعة تطوع في مبادرة قيمتنا في عملتنا هي اهداف المحافظة على العملة. وكانت بتستهدف فئة معينة من الناس اللي هم الكماسرة الخدرجية والجزارين. اشتغلنا في سوق صابرين، ميدان جاكسون والساحة الخضراء. كنا بنقدم حملات توعوية استفيدوا منها وقدمنا حاجات.
حلو شديد، انا عجبتني جدا من فكره المبادره، يمكن تحت الهواء اخذ تفاصيل اكثر اذا موجوده ثانيه انا حكون سعيد اني انا اشارك فيها لان المبادره شكلها مختلف شديد. اول شيء عرفنا ثقافات عمل تطوعي في بلاد مختلفه ونمت عندنا فكره التطوع في التطوع ولازم يكون في استراتيجيه للعمل التطوعي انه ايش بين طلبة الجامعات والمؤسسات القائمة على العمل التطوعي والخدمة المجتمعية. ممكن دي الحتة بتاعت انه الشيء اللي بيخلي الحاجة اللي بتخلي المبادرة ناجحة وتقدر تكون على ارض الواقع بنجاح انه يكون عندها استراتيجية واضحة. استراتيجية واضحة بين الخدمة المجتمعية والمؤسسات بين الشباب وطلبة الجامعات. حلو. ممكن موريتانيا تفضلي إسراء. معوقات ممكن يكون قلة الشباب في أو قلة ثقافة العمل الطوعي في موريتانيا هي بتؤدي لقلة مشاركة الشباب في العمل الطوعي، دي واحدة من المعوقات. من المعوقات الثانية إنه ما يكون في دعم للشباب، يعني ما في دعم من الدولة أو دعم من الأسر أو من أي، ما في دعم إنه الشباب تقدر تشارك في العمل.